الفاجعة هذه، يعني كل المكونات ديال نجم الشباب يعني مصدومين الآن، يعني لدرجة على أننا ما مصدقينش هذه الوفاة هذه. ولكن الله سبحانه وتعالى كتاب لهذا الوليد هذا اللي هو ابن فريق ديال نجم الشباب، يعني لعب في فئات صغرى ولعب في الفريق الأول، يعني من اللعابة اللي كنا كنشوفوا فيهم على أنهم غادي يكون عندهم واحد الباع طويل وغادي يقدر يعني يطعم في الورق الوطني وتستافد منه الكرة الوطنية. ولكن للأسف الأجل ديالو يعني في المباراة على أنه تصاب بواحد الوعكة صحية، وكانت تدخلات من طرف الطاقم الطبي ديال الفريق، لكن للأسف 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 هو سيرة الإسعاف اللي ما كانش كتوفر على الشروط اللازمة من قنينات ديال 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 الأكسجين، ولا من طبيب رئيسي اللي غادي يكون في عين المكان. لأن هذا الوليد هذا لو كانت تدخلات كانت في الوقت كنا على الأقل ما كناش نضيعه، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار على أنه يكون الأجل ديالو في هذا الوقت هذا. ومشكور يعني السيد رئيس نجم الشباب الحاج عبد الحق نودير اللي كان يعني في راس المرض، والوقت اللي اتصلنا به يعني جابوا شيفور وجاو الإخوان وجا العين المكان. يعني الشيفور ديال الإسعاف لقيناه في يعني المباراة ملعوبة وهو في الطوموبيلة، سد عليه في الطوموبيلة، يعني لدرجة على أن ما كاين لا بلونكار لا مساعدين ديالو في رقعة الملعب لا والو. يعني تا عيطنا عليه وعيطوا عليه الناس ديال البوليس، عاد فاق وعاد جا تيجري وجايب معاه البلونكار ديالو وجايب معاه كلشي. وهذه يعني نقطة سوداء اللي كانت بالنسبة للناس المسؤولين الناس المنظمين ديال الفريق ديال حسنية بن سليمان. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا اللعب هذا اللي افتقدته، ما غنقولوش نجم الشباب، وإنما افتقدته الفريق الوطني وافتقدته الكرة الوطنية. هذا اللاعب يعني اللي مشهود لي بالأخلاق العالية، هذا اللاعب المتدين، هذا اللاعب الخلوق،